أحمد الكاف، أبو بكر العمري، راشد الغيثي، عبد الله الجرداني، عبد الباقي يعقوب، عمر يعقوبي إضافي أول، وعبد الباقي يعقوب طاقم أماني متفاهمين مع الحكم. نعم صح. نعم صح. أي يعني يعرف الحكم لو أي إشارة بنظرة بنظرة بنظرة. نروح لأول لعبة، شك وجود خطأ لصالح السد، دقيقة 26 بفايد. هنا طبعا دقيقة 26 تمركزك أحمد قريب من اللعبة، هي إعاقة واضحة، اللاعب مندفع عبد الكريم حسن، ودخول لاعب الهلال عليه في خطا واضح، يشوف الهدف بطيئة طبعا بالقدم اليسرى تعمد ركل المنافس، انا اعطيها ركله حره مباشره. الانذار ممكن القي لي سبب ان مشروع الهجمه ضعيف، لسبب ان ادفع خمسه قدامه، فعلى الاقل احسب خطا وفي مكان مهم هذا اللعبه، يعني مكان زين، يعني حتى لو ما اعطى انذار وحسب ركله حره مباشره اروح معه ابو بلال. نشوف طبعا الدقيقه 27 اول شيء السقوط، طبعا السقوط عشان نشوفه داخل ام خارج ال 18، طبعا نشوفه اتاكد منه خليه يجيب لنا اياها. فبالتالي طبعا انا ارى ان في ركله جزاء هنا للهلال لم تحتسب، انا ارى ان السقوط داخل 18 على الخط، فانا ارى ان هنا ركله جزاء للهلال بهذه الحاله ابو بلال، ركله جزاء عرقلت اللاعب المنافس، ركله جزاء والسبب ان اللاعب شوف اللاعب شوف شوف الراح شوف عدى شوف يعني عقت على الخط من داخل. نعم. ركلة جزاء بس، ومع ان احمد كان متمركز جيد في اللعبه دي، شفت الحين هو لما استلمها لاعب الهلال سيطر وهو داخل، لاعب السد دخل على قدم كم شوف ساق لاعب السد دخل في ساق لاعب الهلال، فيفترض ركلة جزاء للهلال لم تحسب. الكوره ال 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 انت كيف تقول ركله جزاء؟ لانه مسيطر الهلال. مسيطر لاعب الهلال. انا مسيطر ورايح. اوكي. انا عقت شوف أوكي. كمل خلاص بيمشي بيدخل. اي معاك. هني اللي عاقب ابو بلال، شوف القدم اليمنى نقطة الالتحام وين كانت؟ بالضبط انت شوف عندك قدم يمنى، شوف وين راحت رجله، راحت اي معاك بالركبه بدر على الصورة. ركلة جزاء القدم اليمنى لجابي مع القدم اليمنى للاعب الهلال، وتمركز وتواجد احمد الكاف مثالي ممتاز مثالي جدا، بس قراءته خاطئة. تمركز احنا قلنا ثلاث اشياء، المدافع ما نجح في لحظة الالتحام كانت واضحة من خلال التدخل يعني الخاطئ من المدافع، واضح صحيح واضح، لان الرجل اليمنى اعترضت اللاعب بمهارة ذكية طلع من اللاعب. اذا ركلة جزاء لم تحتسب في الدقيقة 27 لصالح الهلال، خطأ لصالح الهلال زائد انذار لاعب السد رقم 3 زائد طرد لاعب السد رقم 3 بفايد. شوف اول حاجة اطلق صافرته احمد الكاف على خطأ لصالح الهلال، ردة الفعل من عبد الكريم غير مقبولة بالطريقة هذه. مش بس ردة الفعل، ها انت شفت شات الكرة؟ لا ما اول شيء شاتها بالصفارة، قول لا ركلها مع الصفارة، ها ما يعطي انذار عليها، انا كلام اخوك ما يعطي انذار على الركل، ما يعطي انذار، تعرف ليش ابو بلال؟ لان الصافره طلعت مع الكره للجماهير، هذه ما بيها ولا فيها انذار. اوكي 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 ما فيها انذار. اوكي الدفاع عيد اللعبه، الدفاع عبد الكريم بالطريقه هذه ومتهجم الحكم بالسرعه هذه تدش في السلوك الرياضي، لازم الحكم يعطي انذار لانه واضح خلاص اعتراض قوي عليه، طلع الكرت الاصفر. لما طلع الكرت الاصفر رده فعل عبد الكريم غير مقبوله، ايش سوى؟ ركز على فنيله الحكم احمد كاف في الخلفيه الظهر، شد عبد الكريم شد الفانيله من قدام ودعس على الله يعزكم على جوتين اللي في على رجل احمد كاف وقعد. شوف ركزوا معي في الشد، ركزوا على فانيله احمد كاف تنشدها، شوفها لا في صوره ثانيه، والعيب الوحيد عليه انه دفع لاعب السد، وهذا ممنوع تستخدم. اوكي 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 اشرح لي هذه. تفضل شوف فانيله احمد كاف، احمد بين لكم بالتصوير في عادلها تنشد الفانيله، شوف الحين احد خلاص هده، قبل شدها من الفانيله قدام، جر الحكم ودعس على جوتيه اللي قدام، طبعا هذا سلوك مشين بدر. وقرار 100% كرت احمر نهائيا اللي حصل من عبد الكريم حسن. الانذار الاول صحيح بالاعتراض بالفعل على قرار الحكم، بغض النظر الكره خطا مش خطا هذا ما يعني، لكن انت تهجم على الحكم بهذه الطريقه غير مقبول نهائيا، ومن ثم اللي حصل السلوك المشين يا عبد الكريم، انت لاعب كبير اوكي، لكن غير مقبول تشد في الحكم تتهجم الحكم وتدعس على قدم الحكم، هذه اعتقد شوف لحظه بلال لاحظ اي الدعس واضح غير مقبول، فالانذار انتشر فيديو الدعس انتشر خلال يعني ايش اقول لك ساعه بعد المباراه. اي الانذار الاول مستحق والطرد المباشر مستحق. نعم صحيح. ابو احمد سلوك مشين طبعا ابو بلال احنا شفنا الحاله كلها عايشناها وشفناها كثير
بالنسبة للإنذار للاعتراض فهو مستحق لعبد الكريم رقم ثلاثة، والطرد هو للسلوك المشين تجاه الحكم بسحب فانيلته والدعس على قدمه، لكن هذه تدخل أو في نظام أو في في السلوك المشين تجاه الحكم صحيح. فبالتالي القرار صحيح ولا غبار عليه. أنا أتكلم أبو لا والمشكلة مو بشي، المشكلة مو بشي. عطني اللقطة اللي قبل هاي شوية، عطني اللقطة اللي قبل هاي يا كابتن تراس، عطني اللقطة اللي قبل هذه. يا الله لا إله إلا الله، ارجع يا أخي ارجع شوي، ارجع ريفيرس ما في مشكلة. أبو أحمد كمل. أنا أشوف من أحمد الكاف أن يكون أكثر هدوء في هذه الحالة، طبعا يعمل إدارة اللاعبين أكثر. كيف هو صحيح أن القرار اتخذه صحيح؟ هذه اللقطة أنا خليها ماشية، انتبه معايا ترس تفضل. أنا أرى وفق القانون اتخذ قرارته صحيحة. هني 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 شوف، هني شوف أنا أستغرب من عبد الكريم حسن، هني قاعد يقسم بالله، يقول لك أقسم بالله أن يعني بما معناه أن قرار غلط. شوف غريبة غريبة ردة فعل كلاعب دولي بالصورة هذه في اللحظة هذه وانت الغلطان. انا اكسب الحكم المفترض وافضل لاعب ياسر موسم اللي طاف، خلك من افضل لاعب واجد، لا خلك من افضل لاعب كابتن، خلك من افضل لاعب دولي ايا كان اللاعب. انا ما اتكلم افضل لاعب، لاعب دولي ايا كان اللاعب، ومباراة مهمة بالنسبة لك انت صحيح. مباراة هذه مفترق طريق، مفترق طرق بالنسبة للفريق. طرد الدقيقة كم؟ 34 طرد صحيح 100% نعم سلوك المشين طبعا. طيب في التهجم هذا، عطني التهجم يا كابتن تراس، في التهجم هذا من المفروض انه يكون الهادي كابتن فريق حسن هيدوس. حسن هيدوس مع يكلم الحكم كابتن جابي، مش حسن لا إيه؟ جابي خليك حسن هيدوس كابتن فريق الكابتن جابي اللي حاط الشارع يتكلم اللغه حسن هيدوس كبيرهم إيه؟ كلاعب قديم يعني نعم نعم يهدي نعم. وهو ما شاء الله خلوق يهدي لعبد الكريم ويهدي الحكم علشان تعرف تخش خوف ما عليه اعتراض هذا مشكله بس الخوف لو طلعت كلام او الفاظ بعد الكرت الاحمر قوي على الحكم كرم عفيفي ليش بيهدون عشان ما يزيد الهدف الهلال الثاني مكان تنفيذ الركله الركنيه ابو بدر وبلا جبنا الهدف طبعا يجب وضع الكرة في المكان مخصص لها تنفيذ ركلة ركنية احنا جبناها علشان طلبنا 3D هل الكرة بكاملها داخل ولا لا بس عشان صحة طيب اعطي الجواب خلينا نحط 3D طلبنا 3D زين اوكي ايه الكرة طبعا واضح ابو بلال ان احنا جبناها للتأكيد ان الكرة في مكان مركزين صراحة ليش مركزين عطني قرارك يا كابتن عطني قرارك والهدف صحيح بس جبناها في مكانها ابو بلال في ناس قالت انه مو مكانها جبنا ناكد ان الكرة في مكانها الهدف صحيح في مكان مخصص المادة 17 تقول لك تلعب الكرة في أي جزء من القوس بالضبط في أي جزء المادة 17 تقول لك هذا نظام دقيقة 46 مختصر إذن الهدف سليم 100% انذار لاعب السد رقم 11 وأحمد نشوف الدقيقة 46 طبعا هني كان في خطأ لصالح الهلال احنا طبعا الاعتراض بالكلام ايش اللي قاله الحكم او ايش تكلم معاه لكن انا اقول لك نجاح بغداد رقم 11 من السد هذا يمكن ولا عاشر اعتراض على الحكم في المباراة يعترض كثير كان اعتراضاته فأنا طبعا الحكم ما يمكن بيسي يعطي بطاقة صفراء إلا مستحقة للسلوك غير رياضي أو أمور أخرى فبالتالي أنا مع الحكم في القرار أبو بدر سلوك غير رياضي أبو بلال التكرار استحق الكذار أبو فهد استحق الكذار هذا أعطى الذار أكيد يحتاج لأنه يحتاج أكثر من مرة أبو بلال شفناها المباراة إحنا فأكيد أكيد إحنا ما أدريش قاعد بس واضح نكمل معاكم بقية الحالات المهمة رجعنا لكم بعد الفاصل أروح لتويتر في مشاركات بسيطة شوي نروح للمشاركة الأولى AFI جايب لي الصورة لحظة أنا أقول هذه اللحظة هي اللي غيرت مجرى المباراة بالكامل تحياتي لك أبو بلال البرنامج الحكم برنامج رائع جدا أبو بلال هل يحق إلى الحكم بدفع اللاعبين أبو بدر قلناها لا ما يجوز
هذا ما فعله أحمد الكاف. النقطة الوحيدة عليه هذه. في وجهة نظري لا يستحق أن يكون حكما في مباراة السد والهلال. شوف أنا ما دافع عن الحكم، ولكن لاحظ الدخول المثير والغريب زين للاعبين نادي السد بحد الحكم بشر يبي يحمي نفسه. صحيح. ها هو دفع على أساس أن كلهم جايين عليه، فأنا أشوف تصرفه صح غير جيد، بس تصرف عادي يعني. أحمي روحي، أحمي نفسي. صح. لازم أنا بالنسبة يعني. لي هذه لا ما يدفع، يرجع لورا. إيه معاك إيه. ما أعطوه فرصة. شوف الصورة، يرجع ورا يرجع ورا. شوف عادي، يرجع ورا. أربعة خمسة جايين هجمين عليه، ارجع لورا. أنا معاك أيه. معاك، بس بعد الإنسان بشر، وقراته كلها 100% ما عاد دفع اللعب باليد أيه. هذا ممنوع الدفع. إيه الإنسان بشر. أنا معاك، أنا قلت لك أنا أخطأ. تدري قانون شو يقول؟ حد دفعتك أنا معاك. لا بعطيك يا كابتن أنا معلومة زين. لا ما بدي معلومة. لا عسى تمر. لو دفعت اللعب وضربني ما ينشطب اللعب. اسمعني ما ينشطب زين. اسمعني أنا معاك. إذا أنا معاك لا ركز النقطة، إذا الحكم ضربك أو دفعك وضربني ما ينشطب. أنت تبي تحمي نفسك وقت وقت لأنك أنت اللي بديت. خلنا نكمل يا كابتن أرجوك. إن شاء الله إن شاء الله. AFI يقول السلام عليكم، تحياتي المحللين للكباتن، ما رأيكم بتصرف لاعب بغداد بنجاح عبر حسابه الشخصي؟ والله أشوف أنا ما شفت حسابه الشخصي، بس سمعت إنه كان ما أدري حاط صورة، أنا ما شفتها بكل أمانة، بس قيل لي. ف تصرف صراحة غير صائب، يتحمل المسؤولية للتصرف الغير صائب. أنت لاعب كرة ولاعب دولي زين، عليك أن تؤدي ما داخل أرض الملعب. دع الأمور هذه للإدارة وليس لتدخل اللاعب. وبعدين لما لاعب يعني ينشرها بالصورة هذه مصيبة. الله يعينه من لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي. بعدين هو خذ اندار صح؟ هو خذ اندار قبل. اي ما خذ اندار قبل. اوجه كلمة بس لبغداد. معلومات احنا ما نشوف، احنا في برنامج الحكم الحمد لله ثقتنا بالناس وثقة المسؤولين طيبة، لان احنا في حياد لا نجامل للأبيض ولا للأسود ولا للأخضر ولا للأحمر. بس وبعد نتكلم بكل جرأة. تصرفات بنجاح خلال المباراة أتمنى إدارة نادي السد ها تجلس مع اللاعب بنجاح والتحدث عن ما صار داخل أرض الملعب، وأتمنى إصدار كتاب رسمي من نادي السد للاتحاد القطري لجنة الحكام، أو مخاطبة لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لمخاطبة أحمد الكاف. أتمنى الشيء هذا زين ضروري، لأن أحمد الكاف الحكم العماني زين أعتقد يعني يقدرون يوصلون له بشكل واضح، وراح يقول لهم ايش قال بنجاح للحكم. صحيح. بكل امانه. فيا يا بنجاح اخطات خطا كبير، انت لاعب ودولي وشرفت الكره السداويه وشرفت الكره الجزائريه، بس تصرفاتك مع الحكم العماني احمد الكاف في المباراه هذه ها عليها غبار. نروح للعبة شك لمس يد على مدافع الهلال، عندك يا أبو أحمد. نشوف الدقيقة 63 ثانية، طبعا هي ركلة ركنية، أنا مع استمرار اللعب، الكرة في الأعلى، اللاعب يلعبها براسه يمكن تستمر بيده، استمرار اللعب لا يوجد هناك تعمد في لمس الكرة، وبالتالي لا يوجد خطأ، استمرار اللعب هو الصحيح. تمام، إلغاء هدف السد بداع التسلل بفهد. نشوف الدقيقة 80 ونشوف اللعبة. هنا طبعا اللاعب اللي جرى اللي على اليمين هذاك في موقف سليم، لكن المادة 11
يتعاقب بغدادي. ليش؟ هذا اللي يقول لك في المادة تداخل مع المنافس استفاد مكانه. ايش سوى لما جرى اللاعب اللي في موقف سليم ركالي هذاك كمل الكرة، هو أصاب في مكان متسلل الأساس الأساس نعم. الأساس كمل الكرة مشها. هذا لما الكرة أصلا ما لمسها لا مدافع ولا مهاجم ولا سطلبة ثانية وراح لها بغدادي واصل استمرار، هنا يعاقب يعاقب ابو بلال بالتسلل. فبرافو على المساعد لان هنا استفاد من مكانه وتداخل في اللعب وتداخل مع المنافس، كل الثلاثه موجود عنده، فالهدف غير سليم والمساعد برافو عليك. برافو راشد الغيثي ممتاز جدا، تركيز عالي فهم للقانون هذا صح. تركيز عالي بين في موقف سليم لاعب ما موقف سليم لازم ينتظر سقوط لاعب السد داخل 18 ابو احمد. نشوف الان سقوط لاعب السد الدقيقه 80 انا مع استمرار اللعب، لاحظ هو وضع نفسه او التحم باللاعب الاخر، فبالتالي انا ارى يوجد قرار او خطا واستمرار اللعب هو الصحيح. تسلل على الهلال ابو فهد، نشوف الدقيقه 90 ونشوف التسلل اللي على الهلال ونشوفها بالعاده بطيئه. طبعا بتبين تصوير جانبي، هل محمد الشفلود الشنوب في موقف سليم ولا موقف غير سليم؟ شوفها بالعاده هنا طبعا كمل. شوف ال 3 دي لا يوجد تسلل على محمد الشلوب، استعجل المساعد ورفع الرايه، وانا اشوف اللعبه ما فيها تسلل لا مانع يعني. ايضا دقيقه 92 تسلل على الهلال وبدر وبكر العمري، الحاله الثانيه خلال دقيقه واحده في الوقت الضايع، غياب التركيز ولا ايش؟ الاولى طفتك، الثانيه شوف طلبنا 3 دي حتى انصافه 3 دي يا جماعه. اللاعب مغطى ابو بلال، اقصى الزاويه مغطى صحيح. حالتين في دقيقة واحدة نعم صح، غياب التركيز الشرود الذهني. هذه حق من؟ حق ابو بكر العمري حق الهلال. أوكي. فرصة تسجيل هدف بلان كمل الهجمة كمل الهجمة تنتهي الهجمة هذه انفراد تام، هذه فرصة هدف يعني ما في تسلل؟ لا في تسلل ما في تسلل المساعد اخذ في حالتين ورا بعض. شوف ذاك مغطي وين؟ متر ايه. كامل اللي هناك. وعلى فكرة بالنسبة لتقنية الفيديو هذه ال 3 دي اللي موجود في قناة الكاس من التقنيات المتميزة بصراحة، يعني الخط يجي بالصورة الثابتة واضحة يعني من السانتي إلى السانتي الثاني دقيق. نعم صحيح. دقيق جدا 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 نعم صحيح. هناك ما في تسلل، مش اللعبة إيه مش كابتن أيوة. شوف اللاعب ما أنت بيقصد الزاوية من هناك، هذه فرصة تسجيل هدف إيه. كان فرصة بعيد 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 وين؟ بعيد عن راح الجول ببلال بعد، هذه هدف، هذه فرصة تجي هدف. هذه كانت آخر لعبة. نشوف الإحصاءات، احتسب الحكم الدولي الأماني أحمد الكاف كم خطأ؟ 19 17 صحيح. وبدأ المباراة صعبة، مباراة صعبة. عطني 8-4 7-9 8-4 7-9 8-4 نعم. وأحمد المباراة صعبة جدا طبعا 8-3 8-8 وفهد المباراة صعبة جدا، الحكم أعطيه 8-4 مبدع، المساعد الأول أعطيه 8 فقط، عندك رايتين غلط، المساعد الثاني أعطيه 8-3 8-3. أروح لتويتر أستاذ شريف، احنا خلصنا لكن في هناك تعليقات. اي اف اي يقول السلام عليكم، تحياتي الى ابو بلال ابو بدر ابو احمد والغالي والاسطوره التحليل ابو فهد. يا ابو بلال ارجو منك أن لا تضغط على أبو فهد، أنا أستفيد منه كثيرا، أرجو منك تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة. بنجيب فار بيض الله وجهك إيه. نجيب فار بيض الله وجهك، نجيب تقنية فيديو لا أقول بيض الله وجهك إيه إيه. إيه زباتي زباتي رفري. نجيب رفري الجزائري نعم الجزائري هاي نعم. يقول السلام عليكم، مع الاحترام الذي أكنه للحكم الذي أدار مباراة السد أمام الهلال، فهذا الأخير لم يكن في مستوى وحساسية المباراة والدور المتقدم مثل نصف النهائي دوري أبطال آسيا، أين هي إدارة المباراة؟ أين الذكاء الحيلة؟ لا يعقل أن تعاقب لاعب بهذه الطريقة. ايش رايكم يا شباب؟ ما احنا قلنا مع احترامي لك يعني القرار الحكم صحيح بالضبط بغى يضربني يعني اداره غير اهانه لي انا كحكم ما سوى شيء ما اثر في جرف عليتي وداس على رجلي ايش بقى؟ مره ثانيه زباتي يقول اصلا لم تكن هناك مخالفه للهلال، كان هناك التحام لكن قلنا لا يستوجب على الحكم اعلان عن مخالفه، كان من الممكن ترك اللعب. اعزائي المحللين الحكم اثر على المباراه على نتيجه المباراه لم تكن هناك شفافيه، ايضا كان يمكن تدخل الفار لالقاء البطاقه الحمراء. لا ما في فار لا لا لو في فارين ها ما يلقيها بالضبط. عبد العزيز العمران يقول مساء الخير ابو بلال، برأي الحكم العماني احمد الكاف غير الصوره السلبيه السابقه عنه ونجح بقياده لقاء الهلال والسد بشكل فاق التوقعات، والمفترض يقود المباراه النهائيه سواء مباراه الذهاب والاياب. والله اخوي عبد العزيز احمد الكاف
يمثل الاتحاد الآسيوي، وهذا من خيرة الحكام في الثلاث سنوات الأخيرة صراحة. من أفضل خمسة في آسيا. نعم. الآن. AFI. هل سيكون اللعب في نهاية دوري أبطال آسيا ذهاب وإياب؟ نعم. أو مباراة واحدة؟ لا ذهاب وإياب. هل سيكون الفار موجود؟ نتمنى. إحنا ناشدنا الاتحاد الآسيوي. نتمنى. طلعت تغريدة من عبد الكريم حسن. نشوف التغريدة. يقول أقدم اعتذاري إلى زملاء اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير التي حضرت إلى الملعب. أعتذر للجميع عن ما بدر مني من غير قصد أو تعمد خلال المباراة، وأتقبل الإجراء الذي تم اتخاذه ضدي من قبل الجهاز الفني والإداري لأني كنت سبب في هزيمة فريقي. أنا كنت أتمنى مع الكتابة هذه زيادة بعد أعتذر للحكم، لأن أنت أخطأت في الحكم. أنت تعتذر لزملائك اللاعبين، هذه ثالث مرة تعتذر يا كابتن عبد الكريم. أنت من اللاعبين المتميزين. يقول أتقبل إذا كان هناك إجراء يتم نحوي، حرام. بغض النظر الفريق كان يعني متميز في الأداء، في وحتى لما تنقلب النتيجة إيش المشكلة؟ أنت سبب خسارة نادي السد، لأن أنت جيت في نقطة معينة غيرت كل المود، مزاج اللاعبين تغير من الدقيقة 27. مو أنت عندك مباراة ثانية يا كابتن عبد الكريم؟ ما يصير. أنت لاعب دولي وأحسن لاعب في آسيا الموسم الماضي، صحيح؟ تتصرف بهذه التصرفات وبعدين تقول أنا أعتذر؟ أنا أتمنى أني أشوف إجراء من نادي السد، ها؟ إجراء إداري في حقك، لأنه حرام. احنا كنا نتمنى النادي القطري أنه يوصل إلى آخر الأدوار. المباراة 4-1، عدم تواجدك أنت في المباراة الثانية، عدم تواجد أبو بغداد بنجاح في المباراة الثانية بسبب مشكلة. عند حد عنده تعليق؟ توفيت والله ابو بلال. الكلام هذا ما في تعليق يا ابو بلال، واتمنى ان شاء الله كل سنه يكون وانت طيب عبد الكريم افضل في المستقبل. يا ابو بدر، عيد ميلادك اليوم انت، صح؟ في ناس يهدونك احلى الكلام. كل عام وانت بخير بكل امانه. صحه وسلامه. وكل عام وانت بخير من ابو فهد ومن ابو احمد من استاذ شريف كابتن تراس ومن دينامو البرنامج، وانت تعرف الامور هذه. دينامو البرنامج اللي هو لسعد الزموري. والله كل سنه وانت بخير. وانت بخير الصحه والسلامه، صراحه فاجاتوني. وكل عام وانت بخير الصحه والسلامه، وكل عام وانتوا طيبين. صراحه حرام تكون المباراه يعني 4-1. لا يستحق نادي السد ان يخسر المباراة، يعني نتقبل الفوز والهزيمة، ولكن هناك أسباب رسمية يجب معالجتها في نادي السد، يجب، لأن احنا نحب كل نادي قطري يمثلنا على المستوى الآسيوي انه يوصل النهائي، بغض النظر الأبيض ولا الأخضر ولا الأصفر ولا الأحمر. ما لنا المصلحة بالنسبة للبلد وسمعة البلد الرياضية.